عليكم الإخوان، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في اللي غادي نقدموا فيها في هذه الحلقة مولوع شاب ومولوع غليظ وابن حي بورغون. إن شاء الله هذا المولوع غادي تشوفوا معايا وغادي تشوفوا قصته وتشوفوا قصته وتشوفوا يعني العمل ديالو كيفاش كيخدم وكيفاش ولا حكم إن شاء الله. إذا فتفضلوا معايا باش تشوفوا هذا المولوع. السلام عليكم خويا نبيل. وعليكم السلام. ان شاء الله كي داير بخير؟ لاباس عليك؟ صافي بخير. الله يوفيك. معك قناه علي تي في ماروك. مرحبا. وانت كعرف قناه علي تي في ماروك الاختصاص ديالها انها عنده واحد البرنامج سميتو مسار مولوع، فين كيكون المولوع كيف ما كان نوعو ولا كيف ما كان جيلو كيعاود القصه ديالو كيعاود تجربتو مع الطيور، وكذلك عندنا مواضيع اخرين ربما كنتبعهم. فاليوم جا الدور ديالك اخويا نبيل انك يعرفوا عليك الناس بزاف الحوايج ويعرفوا قصه هذا المولوع الغليظ. واولا شكرا على الغداء وشكرا على الدجاج وشكرا على اللحم، بارك الله فيك. مرحبا خويا علي. خويا نبيل. مرحبا. اولا بطاقه التعريف ديال نبيل الفيدي. نبيل الفيدي مولوع مغربي ولد مدينه كازا. السن ديالك؟ السن 42 سنة، تاجر، صافي هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين. وخويا نبيل، كيفاش بدا نبيل مع الطيور؟ واش من السن، اش من السن ديالو؟ شحال كان في السن ديالو ديك الساعة؟ الطيور بصفة عامة، قول الحمام، باقي صغير، باغي الحمام. اش من عام تبارك الله؟ غتكون تقريبا في بعدا كانوا الاخوان ديالي الخوتي كبار ديجا كانوا عندهم كيربيو في ديك الساعه المقنيل العصفور. نعم. كانوا كيديروا الفلالس كيديروا الحمام. ديك الساعه انا راه مخشي معاهم، انا راه باقي صغير ومخشي معاهم. شحال كان عندك من عام؟ تقريبا غادي تكون في ديك 86 85. نعم. انا زيد في 77، غتكون عندي ديك الساعه ديك 7 سنين 8 سنين 9 سنين، رانا داخل وسط من الطيور وسط من كنعرف هذه. هذه البدايه ديالك تبع البدايه ديالي. ولكن نعم. البدايه ديالي نيت باش بديت نقول في 89 بديت كدير حوايج. كنار من نوع ولا عادي؟ العادي ديك الساعه غير البلدي اللي يعني كان. بديتي كدير سلعتك بوحدك؟ بديت ديك الساعه كنجاوج، بديت كندير الفاج ديالي بوحدي. والاخوان بغاو ليك داكشي مع الابناء ديك الساعه؟ ديك الساعه الاخوان الحمد لله كل واحد راه مشى ما بقاش معانا. لقيتي الحريه ديالك؟ لقيت الحريه ديالي. وكان واحد الجار عندنا فيتيرينير ديال هذا فيلودروم ديال الكلاب هنايا، هو سبليوني وديجا هو اللي كان مولوع، وكنت كنتولع معاه وكنشوف انا باقي صغير وكندخل عنده. ما عقلتش على سميتو؟ لا ما عقلتش على سميتو بالضبط. وكان مشى تقريبا هو في 89 ذاك الوقت اللي كان مشى فحاله هو. نعم. خلى لينا كريات، خلى لينا فراخ انا وبعض الاصدقاء. شكون هاد الاصدقاء؟ كاين، ولكن ما بقاوش دابا كيديروها غير في ذاك الوقت. ولاد ذاك الوقت، في ذاك الوقت شكون هما؟ ولاد الدراري. ما كتعقلش السميات ديالهم؟
كاين طارق النباوي هو اللي بقيت نعقل عليه صافي حتى هو كان عنده حتى هو كان عنده سبارك لافيت ديال الفاج كاناري في ذاك الوقت ولكن كنا مولعين مع داك الصبليوني وتولعتي مع داك الصبليوني تعلمتي عنده فوالا كنا كندخلوا عنده حنا باقيين صغار تعلمتي عنده لي الفاج تشوف وبالنسبه لهاد المقنين والعصفور يعني كل ما هو طائي بري كيفاش هو اش غادي نقول لك قول في ديك 97 98 بدينا كنخرجوا للخلا بدينا كنخرجوا نصيدوا شكون هاد انا بغيت نعرف هاد الناس كانوا معاك واخا واحد ولا جوج كان معايا واحد الدري كريم ودبوش نشوف نعم كان معنا غريغر راه معروف مصطفى ديالنا كان ياسين واحد الدري ياسين ود الحاج نعم كنا كنخرجوا كاملين ولكن ديك الساعه حنا غير احنا مربين طيور وصافي احنا عندنا الطيور في ديورنا عندنا الكنار كنمشيو لصيدنا الكاباتشو نجيبوه صيدنا العصفور كنجيبوه دو خيلوطه وصافي الله يرحم الوالدين الفراخ راه كاينين في الدار هادشي اللي كان عندكم هادشي اللي كان وبالنسبه للمقنين يعني كيفاش يعني واحد الوقت غيكون عندك واحد الاختيار انا نقول لك واحد القضيه خويا نعم. علي نعم انا المقنين بيضات عندي في هاد الدار في واحد لابيريود انا اللي باقي ما كنعرفش عندي غير الكامار اش من عام تكون في 98 98 تكون 98 97 98 بيضات عندك بيضات عندي قدامي جمعات العش ما كنتيش كتعرف كاع انت واش صعيبه ولا انا كندير الكامار عندي موقنين نعم. على اساس انه راه ذكر قرع ياكل كل شيء بخير دار عليه العام تجبت عاوتاني فراخ اخرين عاوتاني صيدتهم حتى كيولي كيبان لي هذاك راه ماشي ذكر ولا كيبان لي انتو هذا ما كنتيش كتعرف بين ذكر طلقتو في كريه كبيره طلقت عليه ذكر جمع العش بيضات كوب ديال المقلي والله العظيم الكوب ديال المقلي بيضات ربعه وماتوا بجوجهم يكونوا من البريباراسيون ولا شي حاجه في ذاك الوقت ذاك الوقت كنقول لك تقريبا تكون في 97 بالضبط 97 ومن بعد وكنتي في التخصص ديالك ماشي تخصص وانما واحد الوقت غتكون غادي دي واحد يعني غادي واحد الاختيار ديالك واش تمشي للبيروش واش تمشي للعصفور واش تمشي للكنار كنت نقول في واحد لابيريود كان ديك الساعه باقي ما كاين لا فيسبوك لا واتساب لا والو كانوا المنتديات اي عقلت عليهم كان واحد المنتدى ديال ابو موسى كنذكروا ابو موسى كاين الاخوان من الاردن اخوان من تونس كان عندنا معاهم علاقات طيبه الحمد لله باقي دابا شي وحدين كنتولعوا ديك الساعه درت انا الاختصاص ديالي هو التهجين لي فيميل ديال الكناري مع لي مال ما خليت ما جاوجت كاماتشو مع نتوات الكنار السمريس مع نتوات الكنار العصفور مع نتوات الكنار كيعجبك هادشي هادشي هو اللي كان كيعجبني لي زيبريداسيون كيخرج الوان وداكشي فوالا الوان و اون ميم طون كنجرب بحال السمريس كنخدمت بولاد السمريس خدموا ليا ولاد كاماتشو ما خدموش كيفاش خدموا فشرح ليا ما فهمتش دابا ذكر ديال السمريس مع نتوات الكنار كوبليتو يعطيك هاجي لا ديال السمريس خدم عندي كنهضر انا على كيفاش خدم بغيت نعرف تجاوز عطاك البيض عطاني البيض عطاني بيض عامر تيقن وديال كاماتشو ديال كاماتشو ما عطانيش عصفور ما عطانيش مقنين ما عطانيش ديال السمريس والطراروج طراروج دابا يلا تقريبا دي واحد 6 سنين ولا شنو هو اللي وليت خدام به الحمد لله تا هو راه خدام الحمد لله تا هو راه كيخدم الميسو ديال الطراروج راه كيخدم تا هو يعني ولكن واحد النسبه قليله يعني انت باقي شاد هادشي ديال لا سبيسياليتي ديك الاولانيه كنت حيدته الوقت اللي دخلت الكوبيه حتى الكوبيه دخلت لها تقريبا نقول في 2009 2010 داكور دخلنا الكوبيه ديريك هذيك وحدها هذيك فوالا ولكن ديك الساعه حيت من تما حيدت كلشي ولكن انا دابا انت مقنين بالضبط امتى تبليتي بها ولات كتعجبك كطائر المقنين راه من نهار اللي هذا المقنين راه تبارك الله راه كان عندي بيت ديال ليرفاج راه كانت عندي 75 كريه ديال الكامار في واحد الوقت وضروري عندي 4 ولا 5 ديال المقانين كيبقاو هادو المقانين يعني المقانين كنت كتعرف التغريد ديالهم لا والو خص المقنين يكون راه كيتكلم صافي ما كنتيش كتعرف في الخلويه لا والو التثبيت ديالها وداك الشيء كتعرف التعادد هذا التعادد ديال راه خلويه هذه بحال البانسون اكثريه كنا كنجيبو واحد المرقد فيه البانسون كتولي تعرف المرقد ديال بني ملا راه فيه الحداد جبنا من ديال بني ملا كسبناهم خليناهم و اش غادي نقول لك ما كنش كنقلبوا على ستيبات ولا صغير نجيبو كبير راشم صافي غيبقى حتى كيتكلم صافي نخدموا به ولا نخدم به ولا غادي يبقى ما كانش عندك درايه بكاع بالتغريد نهائيا وهذه اللي كنسميوها حنا دابا الودانيه يعني ما يعني واش نبيل ما داش واحد التطور ديالو من هذاك الطبيب الطيور الحسون انه داز واحد الوقت يعني تعلم
ما معنى التغيير الخلوي مثلا مع الناس ديال سميتو، وليتي انت كتعرف بان هاد المقنين احسن من هذا وهذا. انت دوزت تقريبا في 2009 كنت خديت طير واحد الطير وداني عجبني عند واحد السيد في الجديده، سميتو واحد السيده ما عقلتش على سميتو، شريته انا غير من السوق وداني وجبته وبقيت يعني ما حافظتش الطبيعه الطبيعه ولكن فيه شي كلام اللي ما عمرنا ما سمعناه. هذيك كتسمع هذا بانه هذا راه البوح، هذا سمع هذا حداديه كيفاش كيجيبها. شكون اللي علمك هادشي؟ الاسئله كتسول حتى واحد كتسول الناس، كتسمع شي حاجه كتسول شنو هي هذه شنو هي هذه شنو هي هذه، كتسول الناس بيان سير كتعقل على شي ناس اللي سولتي. واش غادي نقول لك؟ بحال كنا انا وغريغر انا وغريغر كنسولوا باه الله يرحمه الله يرحمه باه كان مولوع باه كان مولوع كنسولوا كان واحد الراجل كبير في الرانجير فرانجير فين جا؟ فرانجير هنا حدانا بورغون في اوفا حتى هو ما عقلش على سميتو حتى هو كان مولوع حتى هو كنا كنسولوه ومن بعد واش بديتي كتحفظ الوداني ولا بديتي كتقلب على الطيور مزيانه ما بقاش عندك داك كيما كيقولوا؟ انا ما نكذبش عليك كان كيضربني خويا علي كان كيضربوني الحداد انا من واحد الوقت كاع دوك المسات اللي كنت كنخدم كنت كنخدم لهم الحداد الحداد ديال الخلا استيراران ديال الخلا كان داك هذا كان كيعجبني كنت كن نعم هذا هو ديال الخدمه اللي كنت كندير بحال دابا انا ديجا خدام عندي مساته ولا شنو هو كاين اللي كنشوف باغي يدير ودانيه كاين اللي باغي يدير هذا وديك الساعه ما تنساش على راه ما كانش التراكم عرفتها ما كانش الكلام ما كانش موجود راه كانت ديك الساعه السبته كانت ديك السيمفونيه مع 6 دقائق ولا 5 دقائق وداك الشيء وحنا ديك الساعه راه باقي ما عارفينش واخا وملي كنت كتمشي تصيد يعني الصياده درتي فيها حتى هي تجربه مشيتي الصياده اش غادي نقول لك شي خرجات هما اللي تعلمنا فيهم بزاف ديال الحوايج ما ملي كنت كتخرج مع غريغر خرجت مع غريغر خرجت مع كريم واحد الدري كريم ولد بوشنتوف حتى هو تولعت معاه ليلفاج تبارك الله ما شاء الله في ليلفاج هو ما كيدير اليومين هذا باقي ما كيحفظ ما والو هو متبع داكشي ديال ليلفاج ديالو صافي خرجنا مع غريغر خرجنا مع واحد الدري اش علمتي في الصياده؟ تعلمنا الطيور شنو كياكلوا في شهر في العام كامل حنا كنا كنصيدوا على طول العام كل بيريود كنشوفوا الطيور شنو كياكل في ديك لا بيريود وكتفهم وكدير واحد الفكره وتغريد حتى هو تعلمتيه تما بيان سير راه التغريد ديال الوقت اللي يلاه كيبداو يصولوا راه واحد الكلام الوقت اللي كيكون عندهم الاولاد راه كلام اخر الوقت اللي كيبغيو يدخلوا للبداله عاوتاني راه كتسمعهم كيفاش كيتكلموا راه ماشي على طول العام الكلام شنو هو الفرق؟ الفرق هو الطير ملي كيكون مزيان هو الوقت اللي كيكون صايل وعنده العش يعني عنده كيحامي على عشو كيكون مفرخ ولا شي حاجه بحال كنقولوا ديك الساعه راه كيسمع في وليداتو نعم كيخرج على اللوز الله يرحم الوالدين ديك الساعه راه خدام هو راه مبيض انتيوتو ولا مفرخه ولا شنو ولا شي طائف تما في الطبيعه ويلي ما مره ما شفتو بحالاش عطينا شي طائف شي اش غادي نقول لك دخلت لينا واحد المره كنا كنصيدوا في دكاله ودخل لينا كان معايا كريم انا كان جوا دابا ملي كيوصل وقت ال 11 هذا كتولي القيله خصني الانسان يرتاح شويه دخل لينا حنش الكاس جوا وصافي دا كلشي لا ضرب شي جوج مقانين ولا شنو هو صافي وكريم دار خنشه فوق منه دار لي ليكات وهذا وشدو شي حاجه اخرى وعطى الله عطى الله شي حاجه واحده تفكر معايا واحد المره في بني ملال انا وغريغر ولد الحاج كنا دخلنا لواحد المرقد زين تبارك الله كنصيدوا به خير عادي يتبدا الشتاء نعم دابا حنا الوقت اللي دخلنا نصيدوا قطعنا واحد الواد طوموبيله محطوطه عليه وحنا مقاطعين الواد هنا كنصيدوا كل واحد الشبكه ديالو يتبدا الشتاء نعم صافي جمعنا الماتيريال جمعنا كل شيء باش غادي نقطعوا ذاك الواد عاوتاني كيفاش غادي يطلع دابا نورمالمون ملي كنا هبطنا الارض ناشفه وهي كاينه بياضه الزلق ويلي وكنت رقيق انت لا والله كنت رقيق صاحبي عرفتي طلعت بحال المش غيكونوا ضحكوا عليك صحابك صحابك الضحك انت اللي حصلتي فيها واقع كل شيء كيضحك لا كل شيء يحصل قال انا جايك كنتي حتى الوزن الثقيل وشنو دابا طلعنا دابا الوقت اللي طلعنا صافي الحمد لله بخير راحنا طلعنا ركبنا في الطوموبيل غادا بحال هكا ولات جاره بينا الواد فين غادي كي غادي كي غادي دير يا ربي السلامه
نزلنا وقفنا نزلنا ولينا سكتنا ولينا دافعين غير بشويه بشويه حتى خرجنا وكاينه مسافه وداك الشيء راه الريسك راه كيبان لك الواد بصح انت باغي غير خارج باغي غير تولع وهذا تولي غير تشطب تقريبا في ازيلا ما بين ازيلا وبني ملال الله تبارك الله ها تولعنا ما خلينا فين مشينا انا وكريكر والدراري ما خلينا فين مشينا مشينا لعين اللوح مشينا ودوز داز ديك القضيه بسلام ان شاء الله اللهم لك الحمد لا الحمد لله كل شيء الحمد لله ما خلينا ما دوزنا الحمد لله بخير اللهم لك الحمد واش هي علاقتك انت بالسبور رامي الجله رامي الجله كنت كنتريني كنتريني تقريبا من 89 88 89 لعبت مينيم 89 نعم. دفع الجله أه. مينيم كنت درت شامبيون ماروك مينيم بروميير اني دوزيام اني شامبيون ماروك تبارك الله كادي عاوتاني بروميير اني دوزيام اني شامبيون ماروك جونيور بروميير اني شامبيون ماروك هنايا كنت في الدار دوزيام اني كانوا عيطوا لينا ليكيب ناسيونال تبارك الله شي كل داو الغول ديالك ها شي كل داو الطبوزي واشنو انا ملي لاحظت قلت هو كان كيدير سميتو كريكر ديك الساعه انا مينيم هو سينيور هو ديك الساعه كانت ليكيب ناسيونال كانوا عازل كيدير الاتليتيزم الاتليتيزم كان كيدير 400 متر و 200 متر تبارك الله شاو ديك الساعه انا راه مينيم هو سينيور وكنت كنتلاقى انا وياه في ذاك الوقت ذاك الوقت نفعكم هذا الموكب واقيلا اللي ديال هو اللي نفعكم ديالو كانوا عازلين لي ميور بحال قلنا لي ميور في لف العصبه ديال الدار البيضاء وكنا مريحين مع ستاج تبارك الله مريحين تمايا وكل شيء بون قلنا عطات رياضيين عطات رياضيين بزاف تبارك الله كاين وخويا نبيل دابا مساله الكوبيه الكوبيه كيفاش نبيل داز الكوبيه الكوبيه نعاود بحال الخطره ديالك اش غادي نقول لك واحد الوقت نعم كنخدم المساجه عندي المساجه كنحفظ واحد نعم ندير الحداد ندير يجي فيه الكامار صافي خرج حيد في حالك واحد الوقت قلنا خصنا نبداو بدينا كنتولعوا كيفاش كتحفظ عاود عاود لي كيفاش كتحفظ كتحفظ على الحداد وتحفظ حداد كاسيطه ديال الحداد صافي كنخليها خدامه كاسيطه الحداد من القمقوم الحداد من القمقوم الحداد ديال واحد 15 ولا 14 الميسو كل شيء والخدامه عليهم ونتسنى بداو يتكلموا اللي جاب الحداد ما جابش الكناريه راه كيبقى نتولعوا به حتى كنت انا ذاك الكامار اللي كنت كنخدم به وداك الشيء كنبغيش يبقى فيه الكامار كنبغي يكون فيه الحداد يكون تبتبيت هذه اللي كنت كندير وصل واحد الوقت ديك 2009 2008 خاص ديك المنتدى كنشوف الدراري فيه اللغه ودراري كان ديك الساعه كان معنا رشيد حدومي في ذاك الوقت رشيد حدومي وكان ديك الساعه في ذاك الوقت تبارك الله متمكن مع الناس ديال العرب في اللغه ديال الكلام ديال لغه ديك كانت هذا صافي وبدي خاصني انايا خصني نعرف انا وليت باغي نعرف وديك الساعه الخدمه ديالي تيلي بوتيك نعم كنجيبو التليفونات كنجيبو داكشي منين من لاجونس ديال ماروك تيليكوم نعم لاجونس ماروك تيليكوم شكون اللي فيها كنمشي كنلقى خدامه كاسيطه ديال الكلام اش هاد الكلام شكون اللي مخدم هاد الكلام ازنكوط 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 من هذا المنبر كنشكرو حتى هو كنبلغو ليه السلام هو اللي بديت معاه في الكوبيه يعني هو الاول اول ما بديت في اول يعني التركيبه سمعتيها عند ازنكوط اول تركيبه خدمت بها عطاها لينا ازنكوط وكنتي عارفها ولا غير اول فتره كتسمعها عطانا ديك الساعه بدينا ديك الساعه في 2010 بدينا كنبحثوا شي شويه باغي تخدم واحد التركيبه خصك تعرف شنو هي هذه شنو البليبلي هذه كاسكابيل هذه بدينا كنعرفوا لي تيمبري لي تيمبري لي فينيسيون شحال فيهم كيفاش جاو كيفاش دايجي شكون اللي عطاك هاد المعلومات كنت كتسول اي واحد كنا كنسولوا بزاف بحال ما عطيني شي اكزومبل مثلا وكنا كنتولعوا دابا هو منين بدينا بدينا مع ازنكوط مع خالد البيو خالد بن الحسن اييه عبد العزيز كامين يعني انت مع الجهه ديال الحي حسن كامله حيت بديت تما هي مدرس ديالك بدينا تما يا فوا هي مدرس ديالك وفي ذاك في ديك لابيريود ديك الساعه كان الاتحاد كان الجامعه كان هذا كان ديك الساعه مراد كان مراد كيدير لنا حصص او ميم طو كنا كنتولعوا معاه اش من عام هذا في 2011 دونك 2000 انت 2009 هي بدايتك مع الكوبيه كي جاتك ديك الساعه الكوبيه بارابور فاش سمعتيها ودرتي مقارنه بوحدك مع داكشي الخدمه اللي كنتي كتخدم والمقرين اللي كنتي كتسمع شنو هذه راه كتضرب الكوبي هذيك الساعه ماشي كتغمض عينك عليه وكتخيل طياره ديالك انت اللي محفظه
وكيقول داك الكلام هذا هو هذه الفكره. عرفتي بعدا بالطير الاولى اللي حفت ملي ضربت تعويقه عرفتي شنايا ما حسيتي ويلي شي ضرب ديك الطايجه ولا تبيكولي بجوجهم كثر خدمت بهم بجوجهم انا من الديبار وقيلا جريتي به الحي حساني واخا ويلي كاع اللي جاك لا عندك كلا وشرباتي على قبل ديك التعويقه سبحان الله. دونك التركيبه الاولى خديتي عند ازنكوت ما عرفتيهاش تركيبه عاديه مصوبه هو مصيبه هو والوقت اللي بدا عليكم عطاه علينا هو. ايوا ما تسالوا ذاك الوقت. ذاك الوقت. 2008. ولكن نقول لك واحد القضيه بدينا كنخدموا بها. وميم طون دابا الكاسيطه راه دايره حنا راه ما دايرين حنا راه ما باركينش حنا راه كندورو كنقلبوا كنسولوا. شي تبرك هنا تبرك هنا تسول هذا تسول هذا. فهذيك تيمبري جاتني انا اللي عاطينا خدامين بها في التركيبه ما عجبتني جاتني كناريه. حيت ما عجبتنيش. حيت ديجا انت سامع كنار. الله يرحم الوالدين. والوقت اللي تكلموا المساته اللي حفظت انا بعد اربعه ذاك العام وقيلا غريغر تا حفظ شي جوج ولا ثلاثه جابوا الكناريه هضوها الريتم ديال المهم ديال حيت قربتي ليهم بديك تيمبري راك قربتي ليهم نعم صافي هي هذيك ذاك العام الاول اللي خدمنا بديك التركيبه ديال ازنكوت ومن بعد ديك الساعه راه كل واحد شنو اللي دار انا من بعد العام الثاني تقريبا تلاقيت مع الروبيو نعم عبر الطيف نعم تولعت معاه تا هو تبارك الله من هنا كنسلموا عليه تا هو تبارك الله عليه هو عنده ستيل خو ستيل خو ولكن خاص الا بغيتي الا بغيتي دوز الاولى خاصك تبرك على الناس خاصك تعرف كل واحد الستيل ديالو كل واحد شنو كيبغي وكل واحد ولكن سبت على المعظم سبته وحسيتي بالفرق فرق كبير هو ديجا هو التركيبه اللي باقي خدام بها انا دابا كان هو اللي عطاني لا باز ديالها النوبه الاولى فهمتي شنو هي لاباز ديالها ولا عطاني الشيما ديالها الحطه ديالها وداك الشيء راه هي باقي خدام بها دابا غير هي انا موديفيت اييه هذا الشيء اللي فوالا اللي دوزت وهذا وغادا الامور. وبالنسبه للمواد قلت لنا مواد في ذاك الوقت 2008 ياك لا 2010 تعرفتوا على مواد المعارف ما كنتوش كتجيو الفرات لا ما كتمشيش ولكن تعرفتوا على مراد في الحي الحسن في الحي الحسني كان كيجي لعندنا تولعنا معاه الله يرحم الوالدين من هذا المنبر يا ربي امين هو الجدر ديالنا وشي حوايج اللي قالهم لنا في ذاك الوقت احنا وصلنا عليهم دابا عرفنا الحقيقه الحمد لله داكشي اللي قالوا لنا في ذاك الوقت راه هو اللي كاين كان كيدير لكم الدروس تبارك الله دروس حيت هو من الناس الاولين اللي صراحه هو اللي دار الندوات هو اللي تولعنا معاه ما نكذبوش نكذب على الله حرام تولعنا معاه مزيان الحمد لله شرح لنا كل شيء جانا من الاخر ما كذب علينا ما والو بيضه بيضه كحله كحله وداك الشيء اللي كاين حنا دابا غاديين به الحمد لله راه غادا الامور دابا صافي الحمد لله دابا اللهم لك الحمد. بالنسبه للكوبيه دابا اللي كتسمع التغاريد اللي كتسمع دابا من 2008 لدابا شنو هو التطور اللي وقع شنو هو الاختلاف اللي لقيتي شنو هو فين وصل فين هو نبيل الفيدي من 2008 ل 2021 واه الحمد لله وصلنا لشي حوايج اللي مزيانين وباقي عاوتاني حنا باقي ما كنتعلموا ديما كنديروا فهمنا بزاف فهمنا بزاف وعرفنا بزاف ديال الحوايج الحمد لله اللي ما بخلوش علينا الناس وتجربه عاوتاني نعم والتجربه هي كتلعب دور نعم. ونعطيك غير مثال انا النهار اللي بديت بفوليم كما انزل كما عطاوه لي لا ولكن اسمح لي حفظتي بالتركيبه ديال داك يوسف ازنكوت يوسف ازنكوت ما جابش الله ما جابش الله حفظتي بفوليوم 2 ياك حفظت بالفوليوم دي العام الثاني من وراه الفوليوم 2 ديريكت كيما جا ني خديتيه كان الاستاذ رودان رودان معاك انا ديال الحي الحسني هو اللي كان جابها لينا في ذاك الوقت خديتها خدمت بها انايا جوج مساتة وعطيتها لواحد الدري صديق عبد اللطيف بحتي ولد البرنوصي عطيتها ليه حتى هو بحال هكا قال لي بغيت التركيبه قلت ليه هاك حتى هو خدم بها ميسو وجاب الله انايا جابوا الكلام وجابوا بعض العيوب هو جا طير فينو خديته من عنده ذاك الطير خديته من عنده باقي سبع شهور قال لي بغيت نحيدو هذا ديال الفوليوم 2 ديال الفوليوم 2 خديته من عنده خدمت به العام اللي من ورا هذاك هو اللي علمني حتى هو ذاك الميسو سبحان الله كيفاش علمك؟ علمني شنو هو الميتر شونتور اها علمني كيفاش الميتر شونتور كيلقن الفراخ كيفاش كيتكلم سبحان الله العظيم وذاك العام اللي من وراه حفظ لي قرع جاني تا هو جا مزيان جا فيه واحد العيب صغير ولكن تا هو تبارك الله جا مزيان تبارك الله ولا عندي جوج ولا عندي ميسو
فوليم 2 وعندي موقنين فوليم 2 كنسمعهم في الصباح كنسمع في العشيه ديك فوليم 2 ما بقاش باغا لي ودني صافي واحد كت ولا شي باغي شي حاجه جديده خاصك هذه خاصك وهذوك هذاك لو ميتر دو شون اللي كنتي اللي خدمتي به حيدتيه من بعد حيدته من بعد الفو ملي ما بقيتش كنخدم بالفوليم 2 وليت خدام بتركيبه اخرى ما عندي ما غادي ندير به صافي حيدته وكان التركيبه الثانيه اللي ديالك صايبتها ثالثه ها الثالثه دابا اللي هضرت صوتها نور روبي دونك هذه فين دخل دابا دخلت دخلات اليد الاخرى ديال روبيو الله يرحم الوالدين بالشكل اللي بغيتي نتايا راه بالكلام اللي كاين ديك الساعه غرناطه الشامبيون لاري هادشي راه كامل كانوا دي مورسو وداكشي وكان يلصق منهم تركيبه وجاب الله جاب لك شي جاب لك الله شي ميتر دو شون جاب لي الله العام الاولاني اللي كان صوب لي التركيبه كذا واحد الميسو ليموني ما شاء الله راه خدمت به 3 سنين ولا 4 سنين تبارك الله اللي خدمت به وماتر شونتور كيحفظ لي الطيور وبخير اللهم لك الحمد بهذيك التركيبه بالضبط وبالنسبه لنبيل ملي وصل هذا النيفو هذا النيفو اللي هضرتي عليه دابا من بعد روميو واش نبيل يعني ولات عنده واحد الرغبه يعاود يزيد المعلومات ولا كيديبلاصا من مدرسه لمدرسه مثلا حي محمدي مدرسة حي محمدي تبارك الله مدرسة عين الشوق مدرسة المعارف بديتي مدرسة الحي الحسني دونك واش هاد المدارس درتي عليهم ولا لا الحي الحسني تولات معاهم في الاول هذه مدرستك الاولى ما غاديش نكروها من بعد كنا انخرطنا بقيت عاقل مع جمعيه المعارف اييه ولعنا مع الدراري ديال المعارف حتى هما في واحد عامين ولا في المقهى ديال عبد الغني كنظن عبد الغني وكنا كنمشيو للفورات بعض المرات اييه مع سي بن عاشور ومع الدراري كاملين تما وفي الاخر تولعت مع الدراري ديال عين الشوق الحي محمدي لا ما عمري تولعت مع شنو هو الاستفاده ديالك او الاختلافات ولا يعني شنو هو الاستفاده ديالك من هذه المدارس حيت بديتي بالحي الحسني المعارف عين الشوق بدا كيكون اختلاف يعني شنو هو الاستفاده ديال نبيل الفايدي في هذه المدارس واش غادي نقول لك راه تقريبا نقول راه الكلام راه نفس الكلام ولكن غير كل واحد وكيفاش كل واحد بحال دابا عين الشوق ملي كتمشي لعين الشوق كاين طيور كاين مالع كاين طيور كتقدر تمشي كتبريك كتقدر تسمع خمسه سته ديال الطيور تبارك الله تبارك الله معارف شويه الحي الحسني باقي ديك الساعه كتسمع طاير ولا جوج كان امين كان كيجي بعض المرات يتولع معنا تما في الحي الحسني ديك الساعه كان عنده ذاك الطير الاولاني ديال برشيد اييه هذيك الساعه تولعنا به مع امين كان كيجيبوا لينا الحي الحسني امين كان معايف والحي الحسني كان انا النهار اللي عرفته في الحي الحسني راه حيت امين حتى هو قالها في جوج ديال الحلقه الاولى ديالو في مصامولو ديالو وكيقولها ديما كيقول كان مدرستي الاولى هي الحي الحسني هادشي اللي كاين وكان لا وكان الريتم ديالو هو سبته هو سبته لا حنا ما دوزناش انا ما دوزتش واخا مشيتي معاه واخا تعرفتي على روبيو حيت واخا تعرفش على الروبيو علاش مشيتي في ذاك الاتجاه ما نكذبش عليك حنا شنو اللي طرا لينا ولينا كندخلوا لي كونكور ولينا كنشوفوا الطيور ديال لي كونكور الطيور اللي كيربحوا الكلام اللي فيهم يعني انت خص يكون عندك طير ديال الكونكور ديال هذا ما كناش كنسمعوا شي قليل فين كتسمع شي طير ديال السبته داخل الكونكور مولاه ولا شي حاجه وبالذكر ديال الكونكور امتى نبيل بدا يعني التجا للكونكور او جلبوه للكونكور خويا قبل من ندير الكوبيه قبل من انا هذاك مشيت تفرج شي جمرات في الغابه الخضراء اييه عجبني داك الشيء وشفت ديك الساعه المالع راه كاين وكاين ما كنعرف حتى شي واحد شفت بعيني شي جمرات ديك الساعه كان الشباشه هو اللي كيحكم كان الشباشه ديك الساعه في الطبله باقي عارف على واحد جوج ديال لي كونكور تولعنا صافي لا كوبي خي شباشه حتى هو من الحكام الاولين ديال الاولين حتى هو عزيز تولعنا معاه حتى هو حتى هو تولعت معاه تبارك الله تولعت معاه واحد الوقت صافي والوقت اللي كنا مع الدراري ديال الحي الحسني كان واحد النادي وكانوا داروا الكونكور هما الاول كونكور ودار عندهم وكنا حنا مع المنظمين وداز داكشي زوين وشفنا داكشي عجبنا صافي وبقينا تابعين المحمديه عاوتاني داز من وراه عاوتاني كونكور في المحمديه ديك الساعه كتشارك ديك الساعه ديك الساعه باقي ما عندناش طيور ما كتمشي تحضر كتمشي كنحضر ولكن واحد القضيه نقولها لك راه التمارين اللي كنا كنضربوا في لي كونكور في الاول ما يضرب حتى شي واحد ولكن راه نفعتنا انا جاي لك لها انا نقول تعلمنا من تما دابا انا كنت نقول لك انني كنت كنشوفك بزاف
ملي حتى انا كنت كنمشي للكونكور سواء ديال المعارف ولا ديال اي مدرسه ولا اي جمعيه، كنلقاك انت وشكون ومصطفى انا وغريغر ديما تبارك الله كتعاونوا وكتخدموا داكشي كامل الحمد لله راه استفدنا منه. يعني هذه لاحظتها فيك انت بحالك بحال وليا السيد ديال عين الشوق دبالي بحال السيد دبالي الدور ديالنا وهذاك السيد دبالي دابا معروف يعني البليزي ديالو هو انه يخدم الى حبستيك شي اللي ما دخلتيش باش يدخل معك في النظام وداكشي شي تجيب واحد نعم وتخلصوا وما يديرش ديك الخدمه ويعيا هو راه مسكين راه ما كيتخلص ما والو سبحان الله العظيم والله حتى صحيح شوف النهار هذا انت خدمته وكريكا علاش؟ تعلمنا اخويا منها ما نكذبوش تعلمتي منها ضربنا تعلمنا كل شيء بحالاش؟ حنا كنهزو غير الفراخ واحد اش تكون كنهزو الفراخ كنوليو نعرفوا كتعاونوا كتصايبوا الباريات كتقول هذا شنو اللي قال حنا داك الشيء كامل راه نديروا الباريات نصوبوا هذا نصوبوا هذا المهم عندنا هو اللي غادي نعلق الطير دابا كاين بعض المرات كنبركوا في الطبله كنبغيو غير الناس يخدموا معنا الدراري يعلقوا ما كنلقاوهمش ما كتلقاو حنا راه كنا حنا كنمشيو نقلبوا عليها بصح والله العظيم تعلمنا منها بعدا انا كنهضر على راسي عرفتي انا عندي طير جايبو غادي نعلقو غادي نحكمو هذا كنبركش انايا كنسمع وكنتبع هذاك الطير ونعرفوا شنو قال ولا شي حاجه ما عرفتهاش نسول تما هذاك الحكم اللي بارك هذيك شنو هي هذيك شنو هي وندير وميم تو كتولي تعرف كتعرف واش الاحتكاك احتكاك ودابا انت الحمد لله بالنسبه لك الكوبيه في نظرك كتغريد شنو هو من نهار بدا يعني هذاك التغريد ديال الكوبيه شنو هي في نظر نبيل؟ تغريد الكوبيه هي تغريد نورمالمون غادي نقولوا حنايا راه طبيعيه ديال الطبيعه ولكن الطير اللي اداها لينا وجات في واحد النمط اللي مزيان وكل طير كيختلف على الطير راه كاين الطير اللي كيقولها كيعادي وكاين الطير اللي كيقولها وكيطربك وكاين هذه كل واحد على حساب لاغورج على حساب الطير الكاركتير ديالو كيدير هو وخويا نبيل بديتي كتشارك بديت كنشارك شاركتي بالطيور اللي حفظتي اللي حفظوا عندك ولا شي طير خليتي عند شي واحد اخر شاركت بالطيور ديالي الاولانيين الفوليوم 2 المقنين ولا الميسو شارك فيهم ولكن ديك الساعه ما مشارجينش ما كيفوتوش داك النقاط يعني حنا ولينا كنعرفوا الطيار اللي هذا كان واحد الكونكور ديال المعارف وسمعت فيه واحد الميسو كان عم يجيبوا اومبريس نعم كونكور ماشي غتخدم به ولا شي حاجه فيه عيوب ولكن شامبيون سمعتو عرفتو راسي عقت به خديتو صافي هذاك خليتو ديال الكونكور ومن تما بدات الانطلاقه ديال هو 6 سنين ولا 5 سنين ولا كرم ديال من تما بدات الانطلاقه ديال الجوائز ديال الجوائز ديتي جوائز واش عباره شي بركه شنو بعد شحال بخطات كلاسيكي الاول كاع ما نكذبش عليك ما الحمد لله بخير كاين نتائج مزيانه اللهم لك الحمد وصافي كلاسيتي الاول كلاسيتي الثاني كلاسيتي الثالث باش كي كتحس بخير عندك نتائج وانت حقا من في بوديوم انت كنتي رامي جولا انا ديجا كنت كندير هذا ديجا كندير ولكن الحلاوه ديالها هو يكون طاير ديالك ميسو ديالك وانت اللي محفظه ويربح لك هذيك اللي زوينه كتكون حلاوه اخرى كتكون حلاوه اخرى هذه الحقيقه واخا خويا وحاجه اخرى عاوتاني باش انت غادي تعرف هذاك الطير راه فيه نقاط وغادي يولي يربح وغادي تشري راه ماشي اي واحد غادي يشري بصحني تاع حيت ما دمتش شنو هما الحوايج اللي تعتمد عليهم ملي بغيتي تشري الطائر خصك تسمعو انت سمعتيه شنو خصو يكون مشارجي يكون فيه نقاط وكيتكلم عادي قدام اي واحد يتكلم قدامك وعريان يتكلم بلا صاك بلا والو صافي يبان لك لي زابيل كيفاش كيضربهم وثابت وهذا مزيان ونبيل غادي ندخل لك دابا لواحد المساله ان دابا انت حكم ياك حكم وطني وانا عارف قصتك انا شخصيا عارف قصتك ديال التحكيم نبيل ملي شنو هي الحاجه اللي خلاتك تكون حكم بغيتي تكون حكم نقول لك اخويا علي في الحقيقه نعم انا نهار اللي بديت ديك الساعه كان كوديغو 2014 شربنا حنايا انا والدراري ديال الحي الحسني كريكان راه هو باش كنا مشينا دوزنا امتحان في اصيل انا جايك لهادي انا دابا هي زعما حنا دابا كنبركو كنتولعو بداك الكوديغو لورديناتور كنديرو شنو هي هادي باش نديرو تيست هادي
علاش كنديروا داكشي؟ انا كنهضر على راسي. انا كندير داكشي على حساب ولاعتي. على حساب تيوري، على شنو خصني يكون طايري محافظ عندي، نكون عارف شنو كيقول، شنو كي شنو كينقط، شنو كيقول. هذه الفكره اللي كانت عندي. وبدينا كنخدموا وسمعنا بانه راه كاين امتحان. اش ما ذكرنيش من عام، كان في القصر الكبير في الاصيله 2015 2015 تحضر فيها. حضرتي معانا؟ حضرت فيها. شتك انت وشد الحدومي و... انا ما كنتش غنمشي. انا ما كنتش غادي، انا كنت غادي نمشي معاه ولكن ما كنتش غندوز. خويا نبيل، دابا ملي هضرنا على التحكيم، اول قبل ما نكملوا، انك ما كنتيش باغي تدوز. هاد 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 بعد هاد المباراه ديال التحكيم كانت قانونيه، هي كانت مع الجامعه. هي مع الجامعه، وكانت هي اللي ضمتها الجامعه وعصبه الشمال. هما اللي كانوا دايرينها. هما اللي كانوا دايرينها. وعلاش ما كنتيش باغي تدوز؟ قلت لي على قبل ان انت كنتي. انا كندير حفظت ذاك الكوديغو وتعلمت وقلبت وداك الشيء على حساب ولاعتي. ولكن منين شفت الاخوان بحال رشيد وكريك زعمو باغيين يديروا محمود وازنقوط، كنا كنتولعوا مجموعين، قال لك علاش انت ما تدوزش؟ انا بندوز. صافي حتى انايا توكلت على الله، قلت ماني حاضر ديك الساعه في القاعه. وتوكلتي نتايا ورشيد وكريكو وداك الدري ديال تمارا حسن. الحسن. واش كاين شي اخوان اخرين؟ كان الدري ديال الشامه. كان بلال. كان فروقي عبد العالي. كان عبد الرحمن. كي داز مراد الميموني. كاملين دوزنا مجموعين. وكي داز شنو هو كي داز الامتحان؟ شنو عطاكم في الامتحان؟ الامتحان لجينا ناكدوا وناقشوا ديال بصح. هو نورمالمون كان خاص يكون واحد الندوه من وراء الامتحان باش يوريو لنا المشاكل والاغلاط اللي درنا. وداك الشيء يعني التصحيح كان تعطى ليه فوالا. كان دابا لحد الان باقي ما خديتش التصحيح. ما خديناش لحد الان. كانوا عطاونا اسئله ديال العبارات ما بين طير وطير. هذا كتابي. كتابي هذا. ومن بعد كانوا عطاونا التركيبه. عطاونا التركيبه وقال لك نقط ليها. وبعد هذا كان عندنا فيه مشكل. بعد اول حاجه في هذا الامتحان الوقت اللي عطاونا التركيبه الاولاني قال لك لونا هو اللي دوز لينا. قال لك الا بغيتي ما تنوطيش. علاش؟ قال لك غنعاود نخدمها لكم لا دوزيام فوا. داكور تيست. فوالا. قلنا له ما كاين حتى مشكل. انا خديت لافيش ديالي. انا اون فوا ملي كدوز شي حاجه كندير نقطه. عواق كندير نقطة، دو شونجمون نقطة، كاسكابير نقطة. صافي دابا ملي غيخدم لينا عاوتاني السيدي المرة الثانية خدموا لينا التعادد والتزاوق وداك الشيء الأولاني بحال. ولكن ملي دخل الكلام خدم لينا سيدي آخر. سيدي آخر. واش كانت كانت متعمدة؟ ما عرفناش واش متعمدة ولا غلط، ولكن أنا وقفت ديك الساعة ووقفتهم. هذا جا لونا شاف قال لي مزيان صافي. راه سيدي هذاك السيدي الاخر هو اللي كانوا غيدوزوا به البي. فوالا. داكور. يعني منين حنايا واصلين لهاد الشيء وعرفتي بان السيدي ديك الساعه ما كاملاش هذا، يعني راه حنا عندنا مستوى. الحمد لله. اللهم لك الحمد. كانت الخلعه؟ لا. لطغاك باش تدكمش؟ لا انا بعدا كنهضر على راسي. وانا شغنخسر؟ الطير داك الشيء اللي قالوا راه غادي نوطي، داك الشيء اللي سمعت ودني راه غادي نحطه. ولكن النتيجه انك تحاضر، النتيجه مصدقتي لا انت لا رشيد الحدومي، يعني الكازاويين ما دازوش. كان خصنا نعرفوا. انا شوف انا واحد قضيه نقول لك. انا متفق معك في واحد القضيه، ان اي امتحان يعني حتى الباكي ملي كيدوزوا الانسان من حقه يطلب التصحيح. الله يرحم الوالدين. الى حد الان من حقك تطلب التصحيح. ما عينا لمن غتقول طلبتي ديك الساعه. طلبنا ما كاينش. حيت خصنا ما باش تشوف انت اش درتي. فوالا باش تزيد تعلم. الا فعلا سقطتي خصنا نعرف علاش باش يدير لك مقارنه بين هذه وهذه. ما يعني صافي. لا ما خديناش التصحيح ديالنا خويا. باش حسيتي ديك الساعه؟ عادي. بالنسبه نهضر انا على راسي ما عنديش مول. انا مولع ما عنديش مشكل. يقول لي غدا عندك امتحان نمشي ندوز واش غنخسر؟ معني ما تسالكم ما سهلاش. وراه حنا مولعين. شوف راه الطير عوق راه خصك تعرفوا راه عوق. لا واحد القضيه خصك تعرفها. غير باش تقدم لاي امتحان راه ما سهلاش. ما عنديش مشكل اخويا. تبارك الله قال لنا باش تقدم لاي امتحان كتشد ديك الوطاه كتقول لنا لي ولا درت وفعلت وطاكس فهمتيني. اذا نبيل داز هذاك الامتحان ما درتيش فيه والو، بقيتي الحمد لله لا انت لا رشيد لا كويكا، بقيتو قدامين عاوتاني وجاب الله تيسير امتحان اخر في وجده سنه
2018 2018 وقيلة اللي داز فيه غيماوي ومنير هذاك كان فرق كان ما هو الفرق بين هذاك الامتحان والامتحان ديال الوجده هذاك داز هذاك ما نكذبش عليك هذاك داز مع طيور مباشرة ولكن راه داز قاصح ديك الحرارة اللي كانت وداك الشيء 2016 علي 2016 واش دار 21 ماي يعني شكون اللي احسن الامتحان اللي هو يعتبر امتحان اللي يعتبر امتحان اخويا هو يحط لك الطير في الطبيعة هو داك اللي دوز هو داك اللي دوزنا الحرارة التليفونات طفاو لينا بداك النهار كيفاش كانت كيفاش كانت داز الطريقة كيفاش السنية الطريقة اللي داير لكم كتجلسوا حتى بحال كان جلس الطيار محطوطين كتنوط عليهم داك الشيء اللي كيقولوا كتنوط عليهم والحكم الاسباني كيفيريفي الورقة ديالو مع ديالك نتايا وصافي وكينوط لك حتى ما عطاكمش حتى هذا ما عطاكمش التصحيح لا ما عطاوناش التصحيح ما طلبتيش التصحيح حتى واحد ما طلب التصحيح نجحتي وصافي نجحنا باي باي يا شيخ كنضحك واش غادي تقول له بلاتي اخويا نبيل نبيل ملي ما نجحتيش في الاول ديال القصه ديال الاصيله بغيتي تصحيح حتى ملي نجحتي ممكن تطلب تصحيح ممكن تاخذه من حقك ومزيانه ليك ولكن انت صافي دزتي نجحتي باي باي صافي مساته ومقنيله مساته ومقنيله دابا الحمد لله كل شيء بخير اللهم لك الحمد مزيان صحتي ونشطي ما كاينش المشكل الحمد لله اول مباراه نزل فيها جلس فيها ما سهلاش اول مباراه علاش سبحان الله العظيم كتبغي لا كونسونطراسيون علاش باش حسيتي انت صعيبه ما قالوك تجلس عادي هي غنجلس ما شوف علي ما تنساش خويا انا عندي طيور انا في الدار عندي بارد كنفطر كنسمع الطيور كان وليت اوتوماتيكمون الحساب ولا دايز عندي لا الحساب ماشي كونطابل ولكن كاين واحد بيان سير كاسكافيل بلي بلي كاين واحد لو تراك اللي غتجلس في الطابله اول خطا وغادي يجوك الطيور 70 طيور ولا صعيبه اش من 83 طيار 83 طيار حكمتي مقنين ولا ميسو ميسو هو 83 شحال من جوج قدامك جوج بجوج واش حسيتي ديك الساعه صعيبه وقلت صعوبه كاين العيا اها وكاين لا كونسونطراسيون بزاف خصك تكونسونطرا كتولي تضرك هاد لابارتي كامله يومين ولا شنو هو من وراها كتولي تضرك شنو هي الطريقه كيفاش تعاملتي انت مع الجلسه ديالك مع كيفاش تعاملتي مع الطابله طابله صافي كطير هذا على اليمين هذا على اليسار خاص اللي قال حل فمو خصك تنوطي ليه ما تضيع حتى شي طير ما كتظنش ما كتظنش انك غلطتي في هذاك النهار خطا جوج غلطتي في شي واحد تقدر الا تكلموا لك الطيور بجوجهم ملي كيتكلموا ملي طلعوا لك ملي طلعوا لك جوج طلعوا بجوج كيفاش تعاملتي مع هذاك عادي لا عطيني انت عطيني طريقتك باش يستافدوا منك الناس كاين حتى مشكل كاين الحكام غيجيو مرحبا طريقتي هذا ديجا هذا كتقدر تكون هما طلعوا بجوج طلعوا بجوج كلهم طلعوا كيفاش ما نزقلش لا انت كنت كتكونسونطرا كتكونسونطرا وكتسمع فين غادي هذا وفين غادي هذا هذا شحال من شونجمون اشنو اللي قال هذا 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 شحال شحال من شونجمون كتقيد ديك الساعه ولا كدير شي طريقه لا والو ما عندكش اسوس ديالك اون فوا كمل لابيل صحيح فينا ولا ما فيناش ولا دار دو شونجمون سون فينيسيون ولا شي لعيبه كنوطي صافي ولكن ولكن تسمح لي هادو جوج طيور هادو واحد مثلا لو ا رقم واحد بدا 5 شونجمون ديالو فينا الاخر باقي ما فيناش وهذا بدا كتمشي معاه حتى هو ولكن عرفنا كتمشي معاه هادشي ما غاديش يقريوه لك لا قانون لا امتحان هذا غير انت لا سيستيك شنايا كتكونسونطرا هي لا كونسونطراسيون تقدر دوز من حدايا يعني ما نعرفكش ما نعقلش على كاع انت شكون هو ولا هضرتي معايا ما نعرف كاع شنو اللي قلتي رايحين راه ديجا انا قلت كيما قلتي راه داير سبور راه كاينه واحد كونسونطراسيون راه كتكونسونطرا ملي كتبغي دير خصك دير تكنيك ديالك خصك حيت في السبور الا درتي داك التكنيك ديالك مزيان كتجيب ريزولتا مزيانه ما دمتي بارك في ديك الطبله واش تاي بارك كتصنت الطيور وتهضر مع عباد الله ولا راه صافي راه عندك هذوك الطيور كدير اونتر بارونتيز صافي خصك تكونسونطرا معاهم اما واخا تكلموا بجوج ايه راه ودن هنايا ودن هنايا وكتحسب وما تضيع حتى شي سمعتي انتقادات على التحكيم ديالك الحمد لله ما سمعت حتى حاجه الحمد لله اللهم لك الحمد ما كاينش كاع لي كونكور اللي دوزت الحمد لله ما كاين لا مشكل لا والو الناس كاع كيشكروني اللهم لك الحمد سيبوزون كاين شي واحد غادي ينتقد لك ينتقد لك العمليه ديالك وجا عندك مرحبا قال لك خويا نبيل السلام عليكم سي نبيل خويا التحكيم ديالك على الطائي ديالي ضيعتيني ما كاين حتى مشكل نعرفوا فين 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 ضيعتو هذا ما كاين حتى شي مشكل ما كاينش هذا المشكل لا ما كاينش المشكل ها ما كاينش المشكل ما تغلبش عليه بالسلطه التحكيميه ديالك لا ولاعه هذه
نرموا عليه قبل ما نكونوا حكام ولا شي حاجه. ما تقولش لي انا صافي خويا داكشي اللي عطاه الله. لا 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 نمشي معاه بشويه بشويه تنعرف اشنو كاين. ولا لقيتي راسك غلطتي ديك الساعه لقيت راسي غلط غادي نطلب السماحه منه، ولكن راه ديجا راه نوطيت ما عندي ما غادي ندير. ما عندي ما غادي ندير. هاد الغلط ممكن اي واحد فينا غيغلط. ما عندي ما اي واحد يغلط. هو كتحاول ما تضيعش ذاك المخلوق اللي حل فمو ما تضيعوش. واخا بالنسبه لهذه القضيه ديال التحكيم اللي دوزتو ياك الجامعه كتقول بان دوتو فورماسيون. انا سمعت انا سمعت سي كلام سمعته وبغيت نتاكد منه. واش حيت انا عارف ما درتوش درتو فورماسيون كل واحد فورماسيون كاينش هاد الهضره كل واحد بالامكانيات ديالو صافي هادشي اللي بغيت نعرف. قلبنا ريوسنا بحثنا على كودي 2014 شكون اللي جابو رجبنا ريوسنا جابو رشيد والاولاني فاش خدمنا دو عاد عاد عطاونا ديال 2013 شكون اللي عطاه لينا راه غير ريوسنا من كان تيليشارجي ما حتى واحد ما دونك لا فورماسيون ما كايناش في المؤسسه. لا داكور اذا مادام هضرنا على المؤسسه اخويا نبيل غادي نسولك على المؤسسه كما كنقولوا ما هو نظرك في هذه القضيه اللي وقعت ديال الجامعات ولا وجوش القسام ديالهم. انت دابا داخليهم انت كتعتبر عضو منهم واخا انت في التحكيم راك عضو. واش غادي نقول لك؟ هذا بغينا رايك انت الخاص ماشي عرفت عرفت انا دابا المشكله هو انه هالناس صحابي وهالناس صحابي هادي صافي انا هادشي اللي عندي انا انا معاهم بجوج انا نقدر نكون خارط مع هاد الجامعه ومع هاد الجامعه وما عنديش المشكل. والتحكيم عندك حق تحكم فيهم بجوج انا ماشي مشكل انا ما درت حاكم لا قانون كقانون ما شكون اللي يحبسني؟ ها؟ شكون اللي يحبسني؟ ولكن انت غيحبسك القانون ديال الجامعه ديالك علاش؟ لان دوزت امتحان على عندهم هما ياك انا كنقول انا كنقول لا لا لا, لا ما عندناش هادشي ما عندكمش شي شرط الحمد لله العام اللي فات انا كنت مونكاجي مع الجامعه الجديده غادي نحكم عليهم ديال الجامعه الجديده هي ديال الشمال دابا يعني ديال كازا والشمال لا اللي فيها السي الوافي لا لا الجامعه الاخرى اللي فيها السي يوسف ديال الدين كنت غادي نحكم في قنيطره كنت غادي نحكم في الجديده كانوا دايرين في البروغرام داكور وفي الجامعه ديالنا انا حكمت معاهم الجامعه حيت انا منخرط في جمعيه بن سوده دونك انايا غادي نشارك مع جمعيه بن سوده ولكن بالنسبه للتحكيم بجوج ما كاينش اللي عرض عليا مرحبا ما كاينش مشكل ما كاينش المشكل وما والاختيار ديالك فين كنت تلقى راحتك مع المساته ولا مع المقانن في التحكيم شنو هي مع المساته ولا مع المقانن؟ يعني التحكيم ديالك اش كتبغي تحكم؟ راحتك فين كتبغي واش تحكم المساته؟ مقنين مقنين علاش؟ المقنين ماشي بحال الميسو، الميسو بعض المرات الميسو بعض المرات طحتي بجوج ميسوات مزيانين ما كذا يكرفصوك صح والله يتعداو عليك يتعداو عليك حضروا عليك الحقيقه هي هذه لا الحمد لله ما تخافش ما وقعتش لك والو طحت في مساته اللي فيتي 130 128 كيضرب لك لابيل ما يعاود لك لابيل الاخر وبجوجهم كيدوا او ميم طون وخا حتى واحد ما يضيع المقنن لا المقنن يقدر يتكلم لك ها واحد فيهم ثلاثه بصح ويتكلم كاع دو شونجمون تروا شونجمون يعني فاسيل فوالا المقنن كتخدموا مرتاح كتخدموا دابا حنايا جوج ديال الحكام جينا بحال هكا غادي نديروا واحد المسابقه كاين المقنن والمساته كلشي عندك جوج حكام راه واحد فيهم ديريكت باغي المقنين صح بصح حيت الميسو يقدر ميسو فيه الخدمه الميسو شويه اذا انت كحكم ما عندكش مشكل ديال هذا الانقسام ديال الجامعه ما عندكش مشكل ما عنديش مشكل وبالنسبه للهيئه ديال الحكام الحكام كاين عندنا واحد الهيئه ديال الحكام كاينه دابا ولا ما كايناش؟ فين كاين؟ ما كايناش كاين والو يعني كانت مع زين الدين واقيلا كانت مع زين الدين وكانت عاوتاني من وراء قبل من كورونا ولكن من وصلت هذه كورونا ما بقاش ما بقات عندنا حتى حاجه ما بقى عندنا حتى حاجه ما بقى عندنا حتى شي حاجه من وراء كورونا داكور خويا نبيل بالنسبه لك دابا نتايا كحكم ياك الا غادي تكون مشارك كمشاركه تحت الطائر ديالك شكون هما الحكام اللي كيبانوا لك انت في رايك الخاص انت ومع كل احترامات للحكام اللي تبغيهم يكونوا في الطابلات
عادي معاه كلشي بحال بحال. كلشي بحال بحال. كلشي بحال بحال ما كاينش المشكل خويا. متيقن. والله. عنديش مشكل انا غادي نشارك بطوير الحكم اللي غادي الا تكلم داك الطير راه باين رانا عارفو شنو غادي يقول صافي راه انسان راه سيدي لك سؤال بطريقه اخرى مرحبا شكون هو الحكم انت المفضل عندك انت كشخص يعني كحكم نيت عندك واحد الحكم غيكون مفضل عندك كلشي بحال بحال خويا عليك والله العظيم بالله كلشي بحال بحال كلشي بحال بحال واخا سيدي ما كاين بس ما كاين بس بالنسبه الحمد لله الترجمه ديال القانون اللي داروا الاخوان ديال الشمال واش نفعت ولا ما نفعتش نفعت قريتيها قريتها انا ديجا انا قبل ما انا قبل من خدمه الترجمه حنا راه شربناها حفظناها وهذا ولكن غير بالطريقه عاوتاني باش الترجمات وهذا سهلات شويه سهلات على الجميع المواليه على المبتدئين انا راه الاكثريه ديال الدراري عارفين دابا اللي يلاه يقول بسم الله سهلت حنا ما لقيناش داكشي من النهار اللي بدينا شي يكون لقينا داكشي عاوتاني حنا من النهار اللي بدينا باش نهضر اخرى عاوتاني حاجه اخرى دابا راه سهلات القضيه بزاف كاع وبالنسبه لـ 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 يعني الدوس اللي كيعطي الاخ ديالنا مراد الميموني لانه هو من الناس المترجم هو صاحبه اللي ترجمه عبد الرحمن كتاخذ كتبعهم في اليوتيوب بعض المرات كنسمع شي حاجه بعض المرات الدروس بارك الله مزيان في المستوى وغير المدرسه الكوبي الكوب دوزت فيه ودابا الحمد لله راه الاخوان شحال من واحد انا دابا كيبغيو كيسولوا داكشي وكنصيفطهم للمدرسه الكوبيه كيجيو عندو كيقول لهم طاف في جون بغا كاع بلجيكا ايطالي كندا جاوني من تما كيقولوا لي كاينين اصدقاء ودابا بحال مدرسه الكوبيه دابا راه 3 سنين هذه باش انا كنت فيها يعني راه مستمره البدايه ديالها من البدايه ديالها يعني ملي كتشوف شي حاجه اللي باقا غاده راه غاده مزيان صح هادشي اللي كاين انا كنتمنوا لكلشي الاخوان كاملين اللي كيديروا الدروس تبقى غير الاستمراريه صافي هادشي ماشي حنا غادي نشوفوا اليوم هو صاير وغدا ما كاين والو لا لا الحمد لله مدرسه الكوبيه بقات بداك ما دخلتش لا الحمد لله ما دخلتش البدايه هي بخير باش شي حيت انا فيها ولكن بقى اختصاص ديالها هو كوبيه ما تهضر لك لا في التفريغ ما تهضر لك في كانال كوبيه اما الدروس اللي قلتي ديال اليوتيوب حتى هما كتبعهم يعني انا كنهضر على جميع شي حاجه ما كنتبعش كل شيء خويا مع الوقت مع الوقت ما كاينش صافي الله يجعل البركه الراس احمر راس احمر كيفاش كدي بعدا مع العمل ديالك مع داكشي كتلقى الوقت فاش شي شويه وصافي شي شويه واخا خويا نبيل ان خويا نبيل بالنسبه للمواليع الحمد لله كتعرف بزاف ديال الموالي غنسولك على بعض الاخوان وهذا سؤال كيتعطى ديما ومن بعد غادي تعطيني الا بغيتي تعطيني واحد ثلاثه ديال لي سكوند ديال 5 سكوند نشوف لي الفاج ديالك الا كان ممكن ديال مرحبا ممكن حتى مشكل لان معروف عليك لي الفاج ديالك وداك الشيء السيد حكم فروقي عبد العالي فروقي السيد عبد العالي فروقي كحكم وكمولوع صديقي بعدا هو الله عمر هذا الرجل طيب والوقت اللي مشينا حنايا اللي كونكور لقيناه بارك هو في الطبل قبل منا غير كانوا عنده ما كانش عنده الدبلوم وهذا هذا عاود معنا حنا الامتحان وهذا رجل طيب الله يحفظه ويخلي وليداته السي الوافي رئيس الجامعه ديالنا الوافي رجل طيب الله يشافيه الله يشافيه والوافي راه صاحبنا وخونا الله يعمر ظهر السي يوسف عدي يوسف عدي صحيبي ولد عمي يوسف عدي رجل طيب تا هو الله يعمرها دار تعاملنا معاه بخير اللهم لك الحمد سي الحلاب اش من واحد الحلاب اللي كان محمد الله يعمرها دار هذاك خويا وصاحبي وكان تولع معاه ديما وقت ما مشينا تولع معاه واش غادي نقول لك الله يعمرها دار ياك. الله يعمرها دار سي الدبالي خويا عبد الرحيم بغيت نعرف عبد الرحيم خويا صاحبي لا بغيت نعرف الدبالي الا حيدنا ليه الا جا كوكو حبسناه قلنا ليه ما يمكنش لا ما يمكنش دبالي الله يعمرها دار لا عفوا من ناحيه العمل الجمعه من ناحيه الولاعه لا كولاعه كولاعه قديم تا هو تبارك الله عرفتي التراكب كيفاش كيخدم وكيفاش كيسودي وكيفاش كيحط الحطه تعلمت منه بزاف ديال الحوايج ولكن الا حيدني الا حبستي قلتي ليه جلس ما تمنيتش لا ما يمكنش يسلخك واشنو سطاي ولا معاك مصطفى قويقل صحيبي صاحبي صاحبي ديالنا تولعنا معاه بخير
رشيد الحدومي هذا حتى هو صديق رشيد ولعته صديقتي انا صديقي هو قبل من كل شيء وصاحبي انا الاول اها صح جمعنا الاول في منتدى ابو موسى انا اللي جبتو كاع الدراري اييه ما شاء الله ولا عادي كيف حد لا تبارك الله كيخدم صح كيخدم لا الفاز هو قبل من هذا الشيء كيدير الكريه كيدير المساته كيعرف طير المرض ديالو وكيبحث كيبحث اه كيبحث موسيقي موسيقى الريتم الريتم وكل شيء واخا خويا نبيل دابا غادي تعطيني واحد 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 دقيقه ولا جوج الا كان مسموح مرحبا نشوفوا العمل ديالك والطريقه باش كتخدم الحفاظه ديالك مرحبا نمشيو دابا مرحبا سير سيدي تفضل خويا نبيل اخو قبل ما نهبطوا لعندك لتحت شنو هاد الخير هذا حتى انا كنسحب هاد الجهه اللي كاينه ياك اه هذا ديال الكونكور ديال مازاغو نعم ديال ميسو نعم هذا ديال المقنين ديال دوزيام بلاص ديال مازاغو نتا هو نعم هذا ديال ميسو 2016 نعم هذا ديال الكونكور ديال الكارا تبارك الله ديتي كلشي وصافي هذا ديال المعموره ديال قنيطره نعم هذا كان جمعيه الانوار كنت درت عندهم التحكيم نعم هذا الدبلوم ديال التحكيم ديال التحكيم وهذا هو هذاك هذا هو اللي خديتي في وجده ياك هذا هو ديال 2016 وجده تبارك الله عليك اخويا والله يكمل بخير مرحبا خويا نبيل بما ان هضرنا شويه على ليلفاج وهضرت لي على ليلفاج والاكسبيريونس ديالك من الصغر فاسمح لي الا هجمنا لك على المحل ديال ليلفاج ديالك حنا بغينا نوصلوا غير الناس يعني فعلا راك ملي كتهضر على ليلفاج ولا كتهضر شي حاجه راه كديرو ماشي غير هضره اذا واش ممكن ناخذ شي هادشي القطعات الصغيوين كلشي ديال اذا هنا كنشوف يعني ما يسمى بالكريات ديالك اخويا اخويا نبيل هاد الكانا عادي ياك هادشي اللي كنشوف قدامي عادي كاين دي راس كاين دي راس يعني كتخدم بلي راس كنخدم بلي راس كاين دابا المهرج البرتغالي هو اللي خدمت فيه شويه الاختصاص شنو هو؟ المهرج البرتغالي فين هو هنا؟ مارلكا بحال هاد الفيميل مارلكا اييه هادي تسمى المهرج البرتغالي البرتغالي ملي كتجيب واش هاي ناس فقاعة ولا؟ لا خويا انا خديت لاسوش جاتني لاسوش من الخارج جاتني من البرتغال من البرتغال كومونديتي من البرتغال وصلوك؟ وصلوني الحمد لله ولكن كان شويه ديال ماتوا شي وحدين وهذا ولكن خدمت تقريبا واحد خمس سنين ولا شنو الحمد لله دابا عندي لاسوش ديالي. لا ولكن لا غاس ما تبدلاتش ليك. ما تبدلاتش لا لا هي هي. انت كتعرف ليهم؟ حيت خديت دي شامبيون عند بلافيش ديالهم بلاك ديالهم بهذا والحمد لله حنا غادي شريت بهم العام اللي فات. هما فاش كيصنفوا لا كولور ولا الغنى؟ لا هما في الشكل. في الشكل. هما الشكل واخا كيبان لك فيه لا كولور هما كيصنفوا في الشكل. في الشكل واخا فيه الكولور. اه. والاخرين؟ مخلطة. ديال جاستي هي. هي اش هي؟ جاستي. جاستي. باراس باراس. كاين بحال هاد الكوبل هاهي. هادي كوبل جاستي. تبارك الله. هاديك الفرمان ديال جاستي هي حاضنة. تبارك الله الله يسخر. وهادو هادو وليدات ديال هاد العام هادو هادو وليدات ديال مارلوكا وديال جاسبي تبارك الله هادو ديال هاد العام هادو وهادو هادو باقي غادي يلا كنوجد فيهم ديالي هادو تما كنخدم بهم تما تقريبا فيهم شي جوج بياسات ديال جاسبي وما تبقى مارلوكا والخدمة ديالك كيفاش ها كتجي وتلوح وصافي كتشوف كتعقل كتعرف بحال قلتي كدير الكولر مغموق مع المفتوح باش كتلعب انت عارف راسو اللي عندك راه حتى يقدر يكون هو في المستوى مزيان ولكن ما يقدرش ما يدوش في الكونكور علاش كيفاش؟ بحال دابا كيقول لك خصو يكون فيه لي كولور مفتوحين اللي باينين اها بعض المرات كيخرج لك واحد لابلوكا كريز ما يقبلش ما يدوش في الكونكور واش سو كولور كريز؟ لا خصو يكون فيه ثلاثة دابا لي كولور يعني لي كانوا يكونوا المشاركة اليوم خاص ثلاثة من ثلاثة ديال لي كولور الفوق بالنسبة لارلوكا ها وسبحان الله العظيم راه كيتصنف في كامل الشكل داكوغ وكيتضمن الشروط يكونوا فيها لي كولور اللي مفتوحين عاد يدخل في عاد يدخل في كامل الشكل وفزتي بشي فز المرتبة الأولى الثانية الثالثة في مكناس ولكن الخدمة وجدة
والخدمه كيفاش كتوجد انت باش يعرفوا الناس كيفاش كاينين الناس كيديروا لي البرج؟ عادي كتوجد عادي كتهلا فيهم كيدوزوا بذاتهم مزيان. كتخدم داك الشيء طبيعي ولا كتضو المسائل؟ بالنسبه لي انا حيت عندي البيت ما عنديش في السطح عندي غير البيت نتاع الاضاءه الصناعيه. صناعيه. كنخدم عادي. اذا هنايا كتلعب حتى على على الهجين ديال المقلين والمتاوي ديال المخلل في هذاك الشيء هذاك الشيء اللي كتدي شويه ديال وكتبغيش عندك دابا انت عندك شي يعني كتفضل شي غاز تخدم به؟ لا علاش؟ انا كنتوكل على الله ما نكذبش عليك المسات حيت جربت خرجوا عندي ولاد تيبراندو لي شامبيون ولا المسات جاو مزيانين وخرجوا عندي لي جوع يعني ولاد البنديه خرجوا عندي مسات جاو مزيانين وجوع فهمتي يعني القضيه ديال اللي كنهضروا عليها حنا الموالي ديال لو شون القضية ديال لا جوج مقريب تيم براندو ولا جوجها بطلوطة ولا جوجها بهادي ما كان انا ما كنديرش هذيك الخدمة انا عطيني ميسو كيما بغا تكون الام ديالو غادي نخدم معاه واحد ثلاث شهور ونقول لك اشنو اللي فيه ياك هو واش غادي يجي مزيان ولا ما غاديش يجي مزيان حيت تقريبا ارزاق داك الشيء نعم راه كيقدروا يكونوا عش محطوط فيه حتى واحد وعش خوت اخرين من نفس الذكر من نفس الجو كيجيو مزيانين دونك القضيه كتباتيسي الله وصافي هذه اللي كنخدم بها انا وكنعامل بها انا الحمد لله ومن ناحيه الحفاظه ديالك كيفاش كتحفظ لك اخونات لا ما كنحفظ في الاخر عريان اللي لقيت دابا مازال كنشوفهم هنايا القدام ان شاء الله طارق خصو يبقى عريان باغي يبقى عريان وباغي يكون هو مرتاح عاد يقدر يمشي معاك من داكشي اللي بغيت. واخا خويا شكرا اخويا نبيل اخي كريمه الموالي. تبارك الله على خويا علي بعدا وكنشكرو. بارك الله فيك. على هاد الاستضافه. بارك الله فيك. الله يسخر الجميع. بارك الله فيك خويا وانت انا كنشكرك اخويا نبيل. وسمح لنا قدينا لك وقتك بارك الله فيك وشكرا على هاد الدخله اللي دخلتينا لهاد الخير ديالك الله يسخر لك. امين. وانت كما كيقولوا الله يسخر. شكرا خويا نبيل. شكرا بزاف اخويا. شكرا. بارك الله فيك.